السلام عليكم. Advanced CSP Random Signal Cross Covariance and Cross Correlation Functions. تكلمنا من محاضرات سابقة عن معنى Covariance والCorrelation، وقلنا أنه هو يقيس لي Degree of Similarity between two points. Okay. إذا كانوا هذولي two points من نفس الإشارة فنسميه Auto Covariance Auto Correlation. Okay. يعني أنا عاد أقيس درجة التشابه بين نقطتين وهذول النقطتين يقعون بنفس السيجنال. Okay. مثلا انا اجيب لي راندوم سيجنال خاصه بدرجات الحراره لمده مجموعه من السنوات في بلد معين، اوكي؟ فانا اجيب درجه الحراره المقاسه مثلا اليوم مع درجه الحراره المقاسه مثلا قبل 5 سنوات واقيس التشابه بيناتهم. نلاحظ انه الاشاره هي نفسها، نفس الراندوم سيجنال انا عاد اشتغل عليها، هي نفس لقياس درجات الحراره، لكن النقطتين اللي انا عاد اشوف التشابه بيناتهم هما نقطتين مختلفتين، اوكي؟ لكن لو انا اجيب مثلا اشارتين اوكي مختلفتين، مثلا اشاره لقياس درجات الحراره في اخر 5 سنين اوكي في بلد معين، واخرى لقياس درجه الرطوبه في هاي الاخر 5 سنين، فلاحظ انه انا من عاد اعمل الكوفرنس والكوريليشن بين تو بوينتس اوكي مختلفه، لكن في كل وحده من هذول البوينتات في اشاره مختلفه، فهون اسميه كروس كوفرنس وكروس كوريليشن. اوكي، لما يكون انا عندي نفس الاشاره والنقطتين مختلفتين عند شيك بيناتهم السيميلاريتي، هون اسميه اوتو كوفاريانس او اوتو كوريليشن. اوكي، هذول المصطلحات. لكن لما يصير عندي انه هذول التو بوينتس بين كل وحده بيناتهم باشاره مختلفه راح اسميه كروس كوفاريانس والكروس كوريليشن. اوكي، فالاوتو هي بنفس السيجنال، الكروس في تو سيجنالز او اشارات مختلفه. طيب فقلنا هون عندنا احنا قبل كنا نتعامل مع اشاره واحده فبنسميها x of n، هسه عندنا اشارتين فراح نقول x of n والy of n، فراح نلاحظ انه الكوفاريانس والكوريليشن القانون مالتهم نصا يعني هو نفسه ما متغير، لكن بالاوتو الاحظ انه الاشاره هي عباره عن x اوكي of k و of l اوكي، لكن هون باعتبار عندنا كروس كوفاريانس وكروس كوريليشن راح الاحظ انه الاشاره الاولى هي تخص x اوكي والثانيه هي تخص y، فعندي هون تو سيجنال، هوني x وهوني y. قبل اذا نطلع القانون مالته اوكي راح الاحظ الاوتو كوفاريانس هو x و x، لكن النقاط هي المختلفه، هوني k وهوني l، هوني هم نفس الحاله، انا عاد اتعامل الاوتو كوريليشن اوكي تشابه بين نقطتين لكن من نفس السيجنال اوكي، ف x و x لكن هوني نقطتين مختلفتين k و l. هون هسه نجي نقارن مع القانون اللي عندنا اوكي، راح الاحظ انه x of k اوكي ناقص ميو x of k، هوني الاشاره الاولى بنقطه اللي هي مسميتها k اوكي ايا كانت تكون، في الاشاره الثانيه اللي هي y of l ناقص ميو y of l conjugate اوكي. هذا بالنسبه لايش؟ بالنسبه للكروس كوفاريانس. بالنسبه للكروس كوريليشن راح يساوي الايش؟ expected value of x of k في y of l conjugate اوكي. الرمز هو نفسه، قلنا بذكر كوفاريانس فنرمز له بسي للنقطتين اللي هما كي و ال. الاختلاف الوحيد اللي عندنا كان هوني بس نكتب اكس باعتبار اسم السيجنال، هوني هسه عندنا تو سيجنال مختلفه فراح نكتب اكس واي اوكي. نفس الحاله الكروس كوريليشن دبل ار، فالار اكس واي باعتبار اشارتين مختلفتين للنقاط اللي هما كي و ال هم اكسبكتد فاليو، كل الحالات عندنا اكسبكتد فاليو هوني وهوني اوكي. هون عاد اضرب الاشاره الاولى اوكي للنقطة k ناقص الميو x of k في الإشارة الثانية اللي هي y l ناقص ميو y of l conjugate اوكي. هنا عدد ضربة ايش ال expected value لل ايش x of k في ال y of l conjugate اوكي. يقلنا الكروس كوفاريانس والكروس كوريليشن يقيسوا لي ايش the degree of similarity between different process اوكي. انا اقيس لي درجه التشابه بين هذول التو سيجنالز اوكي. قبل الاوتو كوفاريانس والاوتو كوريليشن كان يقيس لي درجه التشابه بين نقطتين في نفس السيجنال اوكي، هون لا بين نقطتين في سيجنالين مختلفين اوكي. كذلك ايش حكينا تذكرون الريليشن شيب اللي طلعناها بين الاوتو كوريليشن واوتو كوفاريانس، هون هي نفس الحاله، عندنا علاقه بين الكروس كوفاريانس والكروس كوريليشن اللي هي عندنا هون الكروس كوفاريانس سي اكس واي للكي ال اوكي، تساوينا الكروس كوريليشن اوكي الار اكس واي للكي نقطتين كي يو ال ناقص ميو اكس اوف كي ميو واي
of L conjugate. أوكي هذا القانون السابق وهذا القانون الحالي. فتلاحظون نصا هو نفسه، بس هوني عندنا إشارة واحدة، هوني إشارتين، هوني كذلك إشارة واحدة، هوني اثنين، وهوني الميو للإشارة الواحدة، لكن لنقطتين مختلفتين، هوني الميو لإشارتين، وكل واحدة لها نقطتها الخاصة. أوكي كذلك شق لنا إذا كانت if for all k and l، هذول النقاط إحنا عم نحسب عليهم، عدنا تساوي الإيش الكروس كوفارينس تساوي للصفر. إذا في حال هاي تساوي الصفر، فش راح يؤدي إلى هذه المعادلة، إنه هذا الجزء أحوله إلى هذا الطرف، راح يصير عندي إنه قال الأوتو كوفارينس أو عفواً الكروس كوفارينس يساوي للإيش يساوي الصفر هذا الجزء، فراح نحول هذا الجزء إلى هذا الطرف، راح يساعدني الإيش الكروس كوريليشن راح يساوي لي ميو إكس أوف كي ميو واي أوف إل conjugate. اوكي ايش راح يؤدي لي بهاي الحاله؟ انه هذول الاكس اوف ان والواي اوف ان اللي هم الاشارتين الراندوم اللي انا عندي راح يكونون ان كوريليتد، يعني ما متشابهين. فمثل ما قلنا هون اذا كانت الاشارتين اثنين ما متشابهتين فمعناته ما بيناتهم اي علاقه، فالكروس كوفارينس يساوي صفر، او بالعكس مثل ما يقول هوني اذا الكروس كوفارينس يساوي للصفر فمعناته هذول الاشارتين ما بيناتهم اي تشابه فهما ان كوريليتد. اوكي كذلك هوني حكينا ملاحظة إذا لكل قيم الكي والإل أوكي كذلك هوني يساوي هذا الصفر هذا التن فمعناته هذولي الإشارتين يكونون أورثوغونال أوكي مع بعضهم. فبالمختصر أنا عندي نقطتين أريد أشوف أو أشيك تشابه بيناتهم، أستخدم الكوفارينس والكوريليشن، لكن إذا هذول النقطتين كانوا في نفس الإشارة فأقول أسميهم الأوتو كوفارينس والأوتو كوريليشن، لكن هذول النقطتين إذا كل واحدة كانت منهم في إشارة مختلفة أوكي راح أقول أنه أسميه كروس كوفارينس وكروس كوريليشن. أوكي